السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم شباب تالتة ثانوي وفيديو جديد ومادة الفيزيكس. في الفيديو دوت إن شاء الله هنحل بارت 1 في فيرست سيشن مصر 2016، يعني الجزء الأولاني في امتحان الدور الأول ثانوية عامة مصر 2016. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة فيرست سيشن 2016 هو بيقول لك اختار في الاجابات في نمبر 1 A or B. A هو السؤال بيقول لك write the scientific term، اكتب المفهوم العلمي. The total work done inside and outside the source to transfer amount of electricity of one column through the circuit. طبعا انت عارف ايه electromotive force of the source او of the battery اللي هي ايه VB، تعريفات سهلة. طيب resistance of a conductor of 1 meter length and a cross section area of 1 meter power 2 at constant temperature. طبعا انت عارف ايه resistivity of the conductor اللي هي رو اي. بعد كده السؤال الثاني هو بيقول لي برضه اختار في الاجابات يا ايه يا بي. ايه هو بيقول لك mention one use for، يعني قول استخدام واحد بس ليه. امبيرز رايت هاند رول اللي هي قاعده اليد اليمنى لامبير، لها كذا استخدام، هو عايز استخدام واحد بس، هتكتبه زي ما انا كاتب كده. It used to determine، تستخدم في تحديد the direction of the magnetic flux، اتجاه المجال المغناطيسي due to passing an electric current through a straight wire. طيب هو ده استخدامها بس؟ لا هي كذا استخدام. طب انا ليه كاتب الاستخدام دوت يا جماعه؟ لان دوت هو اللي في كتاب المدرسه، احنا يا جماعه بيجي لنا الموديل انسر على كتاب المدرسه. طيب تطبيقات ثانيه هقولها هنا على البورد اللي مجهزها. تعالى هنا كده يا احمد. استخدامات الرايت هاند رول في المسائل عندنا او في الاشكال عندنا كذا استخدام. انا هبدأ من اول هنا اللي هو الواير. طبعا ده ستريت واير كارينج ان الكتريك كرنت، يعني هو سلك مستقيم يحمل تيار كهربي. بنحدد اتجاه الماجنتيك فيلد او الماجنتيك فلوكس عن طريق امبيرز رايت هاند رول اللي هي ازاي؟ هاخد السلك دوت، الالكتريك كرنت الدايركشن بتاعته تو ابوردز لاعلى، بمشي كده اهو، ده كده يا جماعه ثامب او الابهام بيكون مع الالكتريك كرنت. طب وبعدين بقى بقيه الاصابع بتاعتي بتدل على الماجنتيك فيلد او الماجنتيك فلوكس ازاي؟ احط صبعي كده مع الالكتريك كرنت، وبعدين وقت ما اخبط كده احط اكسات، يعني على يمين السلك هنا هيكون اتجاه الماجنتيك فلكس انسايد ذا بيبر، يعني داخل الايه؟ الورقه. طيب عملت كده اهو، قلت لك يعني مكان ما اخبط احط اكسات. طب وما الف من وراه بقى اكن خارج، يبقى هنا كده هيبقى بوينتس. بوينتس اللي هي النقاط، ده تدل على ايه؟ على ان الماجنتيك فلوكس او الماجنتيك فيلد اوت سايد ذا بيبر. طيب هطبقها هنا تاني مره، هنا الدايركشن بتاع الالكتريك كرنت لتحت، فامشي معاها كده ويبقى ايدي كده ما احط ما اخبط هنا كده، يبقى هنا ايه؟ الماجنتيك فلوكس انسايد، وهنا هتكون ايه طبعا ايه؟ اوت سايد. بالشكل ده. اهو يا جماعه اعملها تاني اهي. يبقى ده اتجاه الايه؟ الالكتريك كرنت، يبقى بقيت صوابعي بتدل على اتجاه الماجنتيك فيلد اهو، يبقى امشي كده واحط خبط هنا واحط هنا ايه؟ اكسات، واما اجي الف من ورايا يبقى ايه؟ طالع لبره. طب ده بالنسبه للستريت لاين وده اللي في كتاب المدرسه. طب ممكن عندنا في السيركيلر كويل وفي استرينويد برضه. طب هاجي ليه السيركيلر كويل دوت كده؟ انا عاوز اشوف اتجاه الماجنتيك فلكس عند السنتر بتاعه، بعرفها ازاي؟ همشي برضه بالرايت هاند رول برضه، يبقى همشي كده بالصوابع اهي كده الاربعه دول كده اهم، ماشي مع الالكتريك كارنت كده مع كلوك وايز اتجاه عقارب الساعه، واتجاه الثامب هيبقى يكون ايه؟ انسايد للداخل كده، يعني عند السنتر اتجاه الماجنتيك فلكس تو انسايد او انسايد ذا بيبر. طب لما اجي اعمل هنا كده بقى يبقى هعمل بايدي كده، ما هو اتجاه الالكتريك كارنت انتي كلوك وايز ضد عقارب الايه؟ الساعه. يبقى انا همشي كده اهو، اما امشي كده يبقى ده طالع لبره اهو، باينه خالص اهي كده، يبقى هنا ايه؟ اتجاه الماجنتيك فلكس اوت سايد. طيب وطبعا يا جماعه ده هيكون ايه وده هيكون ايه؟ ده هيكون ساوث وده هيكون ايه؟ نورث. طب تعالوا هنا
وقبل ما انقل هنا الساوث والنورث ازاي؟ بطريقه كده ساوث كده اهو، تكتبه اس وتمشي معاها. شوف السهم ده كده اهو ماشي كده مع ايه كلوك وايز، يبقى ده كده هنا ايه الفيس دوت في الحاله ديت هو ايه ساوث. طب لو انا عملت ان كده اهو يبقى انا ماشي كده انتي كلوك وايز بدوت ايه نورث. طيب تعالوا ده بقى، ده السولينويد بيمر فيه الكتريك كارنت ازاي؟ اهي البتل اهي ده بوزيتيف بتطلع الكتريك كارنت كده اهو ماشي كده وينزل من وراه وبعد كده يطلع، يبقى هنا كله طالع لفوق كده وبعد كده هنا نازل وهكذا بيعمل كومبليت سايكل. انا بعرف هنا البولز ازاي؟ برضو بالرايت هاند رول. ازاي يا مستر؟ قلت لكم بعمل ايه كده؟ بمشي الاربع صوابع دول مع الكارنت وده بقى بيشير الى النورث، يعني لو انا عملت كده لفوق كده يبقى ده بيشير اهو الناحيه دي كده، يبقى هنا ايه النورث، يبقى هنا الان وهنا الايه ساوث. طيب هعملها اخر مره، هنا انا معاكس الباتري، لو عكست الباتري او عكست اتجاه اللف اللي انا بلفه على الايرون بيس دي، طيب دوت اهوت ماشي كده اهو اتجاهه بيكون كده. طيب هعمل ايه بقى؟ هنزل بالصوابع دي لتحت لان الكرنت اتجاهه لتحت، هنزل بالصوابع دي لتحت، يبقى الثامب دوت او الابهام هيشير ايه لحته الايه اليمين، يبقى هنا ايه النورث، يبقى هنا الان وهنا الايه الاس ساوث. يبقى ده يا جماعه كذا استخدام للرايت هاند رول. انا قلت لكم الاستخدامات دي كلها علشان اثناء الحل بنستخدمهم، انما اللي في كتاب المدرسه بتاعت الايه الستريت واير. طيب تعالوا لي فليمنجز ليفت هاند رول اللي هو قاعده الايه اليد اليسرى لفليمنج. الاجابه اهي هقولها وبعد كده هشرحها برضه. تو ديترماين ذا دايركشن اوف ذا اكتنج ماجنتيك فورس اتجاه الاف، يعني اون ستريت واير كارينج ان الكتريك كارنت بليس بيربنديكولار تو ذا دايركشن اوف ذا ماجنتيك فيلد، يعني بتبين لي اتجاه القوه المؤثره على سلك مستقيم يمر به تيار كهربي محطوط في ماجنتيك فيلد. ده يا جماعه سلك مستقيم اهوت ستريت واير محطوط بيمر فيه الكتريك كارنت اهوت اللي هو بالاخضر ده كده سهم، يعني كده بيمر فيه الكتريك كارنت ومحطوط فيه ماجنتيك فيلد تمام او ماجنتيك فلكس. اتجاه الماجنتيك فلكس طالما اكسد يكون ايه انسايد ذا بيبر، يعني هي ايه للداخل كده. طب انا عايز اشوف بقى هنا بتاثر بقوه. اولا عندي هنا ملحوظه مهمه قبل ما اقول، اللي بيتاثر بقوه هو الجزء من السلك اللي محطوط في الماجنتيك فلكس. انا هنا جايب السلك هنا طويل قصدي الكلام ده، هتلاقوا فيه جزء فوق اهوت وجزء تحت مش معرض لايه للماجنتيك فلكس، يبقى الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت لا يتاثر بايه بماجنتيك فورس. الا يتاثر الماجنتيك فورس الطول اللي هو موجود فيه الماجنتيك فلكس بس، يعني الطول ده اهو باين كده. طب انا عاوز بقى اشوف اتجاه القوه المؤثره عليه فين، بشوفها ازاي؟ بنعمل كده، ديت يا جماعه ايه فيلمنجز ليفت هاند رول. بنعمل كده اتجاه الماجنتيك فيلد للداخل كده، فقلت انت كده ايه اهو ده كده ايه للداخل تمام، والاتجاه الالكتريك كارنت لفوق ده اتجاه الالكتريك كارنت الصوابع ديت. طيب يبقى انا معايا للداخل وده لفوق، يبقى ده اتجاه الايه الاف اللي هو الابهام او الثامب دوت، يبقى السلك ده هيتحرك في الاتجاه دوت تو ليفت سايد، هيتحرك لايه؟ لكده، ده اتجاه الايه؟ الاف المؤثر عليه. طيب لما انا اعمل كده في الشكل ده هو اتجاه اتجاه الفيلد فين؟ طالما النقط يبقى اللي بره ده اهو كده، عامل اطلع بصوابعي ده الاول كده واعمل كده لبره كده. طيب اتجاه الالكتريك كارنت لتحت تحت كده اهو، يبقى الاتجاه بتاع الاف هيكون برضو ايه؟ كده. اهو باين اهو، شوف ده لبره وده لتحت يبقى ده كده. طب هتقول لي يا مستر افرض انا في الامتحان ما عرفتش اعمل يعني اطبق كده، القاعده كانت صعبه عليا. اقول لك يا سيدي لو عكست اتجاهين هيطلع لك اتجاه الفورس صح. ايه اتجاهين؟ اتجاه الماجنتيك فلكس والكرنت او اتجاه الالكتريك كرنت. طب ازاي؟ اتجاه الماجنتيك فلكس دوت كده تو اوتسايد للخارج، والالكتريك كرنت ايه؟ داون وورد اللي تحت، فيكون اتجاه الاف تو ليفت سايد. طب انا عاوز ممكن لو انا عكستها تبقى صح؟ ايوه لو هي كده للخارج اهي للخارج اهي، انا عاوز اخليها للداخل كده اهو، يبقى هخلي اتجاه الالكتريك كارنت ابورد ايه لاعلى، يبقى ده للداخل دوت لاعلى، تلاقي برضه اتجاه الاف ايه هي تلاقي لك نفس النتيجه. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان لو هو قلبها لك في الجزئيه ديت، لو هو جاي قال لنا الالكتريك كارنت دهوت اتجاهه لفوق
بص يا جماعه نيجي نطبقها، هتطلع دي كده الاتجاه لفوق، هتلاقي الايه اللي هنا الثمب مشاور تو رايت سايد ليمين يعني. طب كده يعني ايدي صعب ان انا ايه اتحكم فيها، لو انت حتى ما عندكش الخبره او في التعامل بتاعك في الامتحان الوقت ضيق معاك هتبقى صعبه بالنسبه لك. طيب بس هي واضحه ايدي واضحه خالص اهي. طب انا عاوز احلها في الامتحان هعمل ايه؟ طالما اتجاه الماجنتيك فلكس او السايد انت اعتبره ايه؟ انسايد للداخل يعني اكنه اكس، بس اكس اتجاه الايه؟ الكرنت دوت، بدل ما هو لفوق خليه لتحت، اخليه للداخل اهوت واخليه ايه؟ لتحت بسهوله خالص. ايه اللي اتحركت الايه؟ الناحيه ديت، يبقى ده الاتجاه بتاع الاف المؤثره عليها تكون ليفت وورد، لا هتكون ايه؟ تو رايت وورد او تو رايت سايد كده بالشكل. انا كده يا جماعه بحاول الخص لكم اهم الجزئيات، الجزئيه اللي في النظر اللي فيها شرح بنقولها. طيب بعد كده هو عايز ايه؟ اكسبلين اشرح. Metallic cylinder in the galvanometer is not divided into insulated sheets. ايوه الاسطوانه داخل الجلفانومتر دوت مش مشقوقه الى شرائح او الى اقراص. ليه؟ ايه السبب؟ السبب يا جماعه لان because there is no eddy currents، مش هتولد فيها تيارات دوامية. Are induced in the metallic cylinder as the galvanometer measures the ايه بقى؟ direct current. هو اصلا شغال بالايه؟ بالدايركت كارنت. والفيلد بتاع الدايركت كارنت دوت ايه؟ constant not variable، يعني هو ثابت مش ايه؟ مش متغير، يبقى اصلا مش هيتولد لي ايه؟ eddy currents. طيب عندنا في حاجات اللي هي السلندر او التلك سلندر متقسمه الى انسوليتد شيتس، عندنا في حاجات في المناهج خدناها زي ايه؟ الترانسفورمر محدش ينسى، وزي يا جماعه برضو الايه؟ الموتور، لان بتولد فيها ايدي كارنتس، فلازم تتقسم الى ايه؟ سلندرز عشان اقلل الفقد في الالكتريك انرجي على هيئه هيت انرجي يعني. طيب بيه بقى the continuity of rotation of the electric motor in the same direction، يعني ايه؟ الموتور بيلف في اتجاه واحد، لما اجي اشغل مروحه مثلا زي كده تلف هي ايه؟ في اتجاه واحد، مش بتلف لفه كده وتعكس كده، لا في اتجاه واحد على طول. ليه بقى؟ السبب اهو because the spirited metallic cylinder الاسطوانه المشقوقه into two isolated halves الى نصفين معزولين ديت reverse، كلمه reverse دي مهمه جدا يا جماعه، كلمه reverse يعني ايه؟ بتعكس The electric current direction بتعكس اتجاه التيار الايه؟ الكهربي in the coil. Every half cycle كل ايه؟ نص دوره. So the coil rotates in the same direction making a complete cycle by the effect of the ايه؟ torque. يعني لما الاتجاه الالكتريك كارنت يتم عكسه يقوم هو ايه؟ يلف في اتجاه واحد او في نفس الاتجاه نتيجه التورك المؤثر عليه. طيب هنعرفها ازاي؟ بصوا معايا كده، انا هعملها، انا هرسمها هنا برضو جاهزه اهي، لان دي من الاسئله اللي جات لي كتير على الواتساب. هنا انا راسم الكويل بتاع الموتور. الكويل بتاع الموتور لازم الاول يكون فيه بطاريه بتشغله، ودوت يا جماعه اللي ايه؟ السلندر اللي هي مشبوهه لايه؟ بتو هاوز. انا هشتغل، هنشوف الالكتريك كارنت ماشي ازاي. ماشي كده اهو، طالع من البوزيتيف، ده البوزيتيف دوت الايه؟ النيجاتيف، وبعد كده ماشي كده اهو، يبقى في السايد اي بي ماشي ايه؟ لفوق كده. طب هرسمها كده بالاخضر اهو، ماشي ايه؟ لفوق اهو كده. ويمشي كده، وفي السايد سي دي هيكون ماشي ايه؟ ماشي لتحت. ماشي. ديت بقى ايه؟ في نص الدورة الأول. طيب الاتجاه الحركة بيكون ازاي؟ هعملها اهو، أنا هظلل مثلا الضلع دوت علشان يكون باين لي دوت اللي أنا شغال عليه. ولما يجي يلف بقى يقلب طبعا الاي بي هيجي الناحيه الثانيه، يبقى ده اللي انا برضو ايه هشتغل عليه، هجهزه من دلوقتي علشان نشتغل على طول. طب وده اتجاه ازاي؟ الكارنت ازاي؟ ماشي كده برضو من البوزيتيف، ماشي كده اهو ونازل كده. لو انتوا شايفين بقى الفيرست هاف اوف ذا سايكل نصف الدوره الاول الالكتريك كارنت في السايد اي بي ماشي ايه؟ لفوق. طبعا يا جماعه هو مش لفوق، هو للداخل، لان هو بيكون كده، هو بيكون كده يعني كده، ده بيكون ايه؟ انسايد، ودوت ايه؟ اوت سايد للخارج يعني، عشان انت بتطبق اللي هي الايه؟ الليفت هاند رول، الفيلمنج ليفت هاند رول يعني. طيب يبقى ده بيكون اتجاه الالكتريك كارنت في الاي بي سايد ايه؟ تو انسايد للداخل. طب وفي الاي بي الناحيه الثانيه ديت بيكون ايه؟ اوتسايد، يعني ايه؟ للخارج. يبقى هنا اتعكس اتجاه الالكتريك كارنت،
فيقوم التورك المؤثر عليه يكون ان ذا سيم دايركشن، يلف بايه؟ في نفس الاتجاه بتاعه. طب ازاي؟ ما هو اللي بيحكمني هنا طالما عندي الكتريك كارنت وعندي ماجنتيك فيلد يبقى في فورس مؤثر عليه. اللي هيتاثر بفورس هما ايه؟ اي بي وسي دي، دول هيتاثروا بفورس، انما البي سي والاي دي لا مش هيتاثروا بفورس لان هما بارل تو ذا ماجنتيك فلوكس لاينز. طب اتجاه الماجنتيك فلوكس فين؟ انا اولا بستخدم يا جماعه اللي هي فليمنجز ليفت هاند رول ولا رايت هاند رول؟ لا ليفت هاند رول، عشان هنا بحسب الايه او بجيب اتجاه الايه؟ الاف مش انديوسد الكتريك فورس، الاف اللي هي الفورس. طيب الان والاس يبقى ده اتجاه الايه؟ الماجنتيك فلوكس كده. طب اتجاه بقى الالكتريك كارنت دوت انا قلت لكم يا جماعه تو انسايد، يعني ايه انسايد؟ للداخل كده، يبقى هنا بقيت صوابعي للداخل كده. يبقى القوة المؤثرة عليها تكون هنا ايه؟ داون وورد لاسفل، باينة خالص اهي. يعني ده هيتأثر بقوة لاسفل كده اهو. في قوة لاسفل بتأثر عليها. طيب هنا لو انا طبقت ادي الماجنتيك فيلد وادي الايه؟ الكرنت هنا لبره تو اوتسايد، يبقى هنا الاف ايه؟ ابوردز. ابوردز يعني ايه؟ لاعلى، في اف بتأثر على الاعلى. يبقى ده هيلف كده. ده فين بقى؟ في نص الدورة الأول. طب تمام، يعني انضهار ايه؟ انضهار سيركل. طيب او فيرست هاف سيركل يعني او ريفوليوشن. طب في السكند بقى هاف سيركل او في او سكند هاف ريفوليوشن بيلف ازاي؟ طبعا ده اتجاه الالكتريك كارنت كده زي ده كده، فده هيتحرك لايه؟ لتحت عشان ما نضيعش وقت زي ما انا شرحت، وده هيتحرك ايه؟ لفوق. هطبقها اخر مره يا جماعه عشان بس الناس اللي سرحانه. ادي الان والاس، يبقى ده اتجاه الايه؟ البي. وهنا الاي مش قلت لك اللي فوق؟ قلت لك ايه؟ للداخل كده اهو. يبقى هنا الاف ايه؟ داون ووردز. طب هنا برضه اخر مره، ادي الان والاس يبقى ده اتجاه البي، واتجاه الالكتريك كارنت قلت لك اوت سايد، يبقى اتجاه الاف ايه؟ اب ووردز الاعلى. يبقى ده برضه هيلف كده. يبقى رغم ان الالكتريك كارنت ريفيرس افري هاف سايكل، يعني هو بيغير اتجاهه كل نص دوره، the torque acts in the same direction to make a complete cycle. ديت الإجابة اللي أنا أو الشرح اللي أنا إيه قلته، شرح مهم. نمبر 4 وما هي يا جماعة الجزئية برضو بتاعت الداينامو هنقولها. إحنا قلنا نمبر 3، هنقول نمبر 4. هو هنا write the mathematical relation used to calculate the average induced electromotive force generated in the dynamo within 4 cycles, quarter cycles. Starting from the A perpendicular position. طبعا perpendicular position الوضع العمودي يا جماعه ده بيكون ايه؟ زيرو بوزيشن. بيكون ايه؟ زيرو بوزيشن. طيب هو عايز العلاقه الرياضيه، العلاقه قدامنا اهي انا كاتبها لكم. الافريج الكتريك فورس يا اما اقول عليها ان اي بي تايمز 4 اف او 4 ان اي بي اف او 2 اوفر اي تايمز الايه؟ الاي ام اف ايه؟ ماكسيمم. طيب هتقول لي يا مستر هي جت منين؟ انا هقولها لك على طول جت منين؟ حتى نعملها، طب انا اعملها هنا هي عشان بس ايه ما نضيعش وقت. الافريج الكتريك فورس ركزوا معايا، لا انا هعملها يا جماعه هعملها هنا عشان ايه؟ برضه تركزوا معايا فيها. احنا عايزين ايه؟ طالما افريج يبقى القانون الاولاني بتاع فاراداي ومحدش يسرح، اي ام اف افريج. فاراداي بيقول لي ايه؟ نيجاتيف ان دلتا فاي ام اوفر دلتا تي ماشي ايكوال نيجاتيف ان دلتا فاي ام اللي هي ايه؟ دلتا بي اي ساين ثيتا اوفر دلتا تي. هو قال لي كده كوارتر سايكل، يبقى هي ايه؟ التايم بيبقى كوارتر بيريديك تايم. تمام ايكوال الفور ديت، طبعا في نيجاتيف اهي، تطلع هنا فورس تطلع فوق بفوق، وتحت البريدكت تايم ممكن اسيبها تي زي كده، او ممكن اقول يا جماعه مش احنا اخدنا 1 اوفر تي كابيتال اللي هي اف اللي هي فريكونسي. تمام ماشي هعدلها وانا بكتب الناحيه دي. يبقى الفور طلع هنا ان البي ايه الدلتا ديت هتغير، التغير يا اما في البي يا اما في الاي يا اما في الساين سي. البي والاي ثابتين، يبقى تغير فين؟ في الساين سي. يبقى هنا ايه؟ ساين ثيتا 2 ماينس ساين ثيتا 1. طب هو قال لي من بيربنديكولار، يعني هو كان ايه؟ كان عامل كده، يعني دوت اتجاه الفيلد وده ايه؟ دوت الكويل. يعني هو الساين في الثيتا في الاول كام؟ 90. الثيتا في الاول كام؟ 90. هتقول لي يا مستر ان هو كل بيربنديكولار
في الداينامو بيكون الثيتا ديت كام؟ زيرو. اقول لك ايوه صح، بس انا بشتغل جبت ايه بقى فاراداي لوف في الاول، من الاول خالص في الافرج يا جماعه بيكون الاتجاه بين الماجنتيك فيلد او فليكس لاينز والواير. طيب يعني هي ايه؟ كانت 90 بقت زيرو، يعني هتبقى ايه ساين. الغلطه هنا في طلبه تعمل كده، هوضح لكم الغلطه بتاعت الطلبه الشطار حتى فين، يقول لك ساين ايه؟ ساين هي كانت 90 بقت زيرو، يقول لك ساين زيرو ماينس 90. لا مش كده، ما تبقاش كده خالص. ده الدلتا ساين بتقولها كده، بنعملها كده ساين زيرو ماينس ساين 90، يبقى ساين ايه؟ زيرو ماينس ساين 90. او بلاش زيرو، خدها 180 عشان بس الناس اللي ايه، هي ما ساين زيرو هي ساين 180. ايه يا مستر؟ لو ده كده 90 لما يلف ربع دوره كده، ما هو كان 90 يعني هو كان زيرو، بقى 90 بقى 180 كده، يبقى ساين 180 ماينس كام؟ ساين 90 اوفر تي. يبقى هنا الاي ام اف افريج، القانون ده مهم قوي يا جماعه، مهم جدا. بعد كوارتر سايكل نيجاتيف 4 ان بي اي ابتدي 1 اوفر تي اف، ماشي. ساين 180 زيرو ماينس ساين 90 كام؟ ب 1، يعني اكنها زيرو ماينس 1، يبقى تايمز ايه بقى؟ نيجاتيف 1. اظن ان النيجاتيف ديت راحت مع النيجاتيف، لان نيجاتيف تايمز نيجاتيف بايه؟ ببوزيتيف. يبقى 4 ان بي اي اف اللي انا واصل لها هنا 4 ان اي بي اف، تمام. طيب مش احنا خدنا اصلا، انا عاوز بقى اجيبها بدلاله الاي ام اف ماكسيمم. مش احنا خدنا ان الاوميجا ايكوال ايه؟ 2 باي اف، برافو عليك. يبقى الاف لوحدها قد ايه بقى؟ او قيمتها ايه؟ اوميجا اوفر 2 باي. يبقى هنا ال AMF average equal 4 N B A، هشيل ال F واحطها ايه بقى؟ اوميجا اوفر ايه؟ 2 باي. الناس المركزه قوي يا جماعه، ناب اوميجا او نابوي اوميجا او ابن اوميجا اللي هي ديت عباره عن ايه؟ AMF maximum اللي انا عاملها بالاحمر ديت، يعني هي عباره عن ايه؟ 4 اوفر 2 باي AMF maximum، تمام. لو انا عملناها بقى مش هي الاف ديت ايكوال اوميجا اوفر 2 باي، ايوه صح كده. طيب لو احنا عملناها اختصرناها، طبعا ديفايد 2 يبقى ايه؟ 1، ديفايد 2 يبقى ايه؟ 2. هتلاقي يطلع في الاخر فوق 2 وتحت باي، يبقى 2 اوفر باي اي ام اف ماكسيمم. هو طبعا ممكن يجي لك بروف ذات الافريج انتربيوت فورس اللي يوزد فروم ذا بربنديكولار لاين ايكوال 2 اوفر باي اي ام اف اي ماكس، ممكن يجي لك دوت على هيئه ايه بروف، بس ان شاء الله ما تجيش يجي لك عليها مساله على طول. فانت تعرف دي معناها يا جماعه متوسط القوه الدافعه الكهربائيه المستحثه بعد ربع دوره كذا، وبعد خلي بالكم بعد هاف سايكل هي برضه بعد هاف سايكل نفس الايه الفكره، وبعد 3 4 سايكلز او اي حاجه او اي جزء من السايكل هقوله في وقته علشان بس ما ضيعش وقت الفيديو. نيجي بعد كده للسؤال الخامس. Mention one condition على شرط liberation of the electrons from the surface of a metal when the light falls on it. لازم يا جماعه تكون الفريكونسي اللي هي of the incident light greater than or equal to critical frequency، او الانرجي بتاعت الانسيدنت لايت يكون greater than or equal to work function، او اللي شاطر بقى هيقول لي برافو عليك، ما هو الويف لينث عكس الفريكونسي، يبقى الويف لينث ها less than or equal to critical ايه ويف لينث. يبقى اوعى الشرط واحد يقول له ده او ده او ده، طب الاشهر ايه؟ هو ده عشان تريح نفسك. يبقى اهو the frequency of the incident light should be equal to or greater than the critical frequency of the metallic surface of a metal، يعني ان هي النيو greater than or equal to نيو سي، او الاي greater than or equal to دبليو اي. ممكن تكتبها يا جماعه لامدا less than or equal to لامدا سي. بعد كده عاوز one factor affecting the characteristics wavelengths of the X for X-ray، طبعا X-ray دوت في شابتر 6 كانسل.
تعالوا السؤال نمبر 7. هو مديني جراف، والجراف ده هشرحه برضو يا جماعه هنا علشان في شغل. هو مديك العلاقه بين الار وال1 اوفر اي. طبعا هي الار والاي انفرسلي عكسيه لكم واير؟ ل 3 وايرز. وانا قلت يا جماعه طالما 1 اوفر يبقى لازم ده يكون ايه؟ كاتنج لاين، ما يكونش متوصل للاخر يعني. طب تمام، ده السلك الاولاني ودوت الثاني ودوت الثالث. هو قال لك ايه؟ قال لك different materials يعني هم مواد ايه؟ مختلفة. وقال لك ايه بقى؟ of the same lens. هنشوفها كده using the relation between the electric resistance and the reciprocal of the cross-section area for three wires of different materials and هو equal lenses، يعني هم مواد مختلفة والال ايه؟ الال متساوية ليهم كلهم. يبقى الال عندنا هنا مش هتأثر في العلاقات ما بينهم، ماشي. ايه بقى؟ يقول لك ايه؟ which one of the wires has a highest conductivity ليه سيجما and why؟ ليه؟ انا هبدا الحل منين؟ طالما عندي 3 wires وكل واحده عامله انجل، يبقى في عندي 3 slopes. يعني ايه؟ انا عندي في سلوب اهي اللي بالاخضر دي كبيره لان الفيتا كبيره، وفي سلوب تاني بتاع السلك التاني اللي انا عامله بالاحمر ده اصغر شويه لان الثيتا كده بقت اصغر، وفي سلوب ثالث اللي انا عامله بيه الاسود ده كده، ده اصغر سلوب. ليه؟ لان اصغر ثيتا بتاعت الايه؟ الواير 3. طيب هو عايز ايه بقى؟ هايست كوندكتيفيتي. لازم تكون عارف قانون الكوندكتيفيتي. كوندكتيفيتي ايكوال ايه؟ سيجما ايكوال ال اوفر ار تايمز الاي، ماشي. طب تعالى نشوف بقى السلوب في الحالة دي. سلوب، خلي بالكوا هنا هطلع بس العلاقة الأول، سيجما، العلاقة بين السيجما والآر تايمز الإيه عشان أحتاجها، العلاقة بينهم انفيرسلي، أهي فوق وديت إيه؟ تحت، يبقى سيجما انفيرسلي بروبورشنال تو إيه؟ آر تايمز الإيه، لأن عندي الإل ثابت، قال لك لهم كلهم نفس الإيه؟ اللينز. طب سلوب إيكوال إيه؟ من هنا دلتا ار اوفر دلتا 1 اوفر اي، يعني اللي مركز هيقول لك مستر ما كده دلتا ار تايمز الاي، اقول لك برافو، ما هي 1 اوفر اي تطلع فوق بايه بس؟ يبقى هي ار تايمز الاي، يعني لان حتى التغير بيروح مع ايه؟ مع التغير، يبقى هي ار تايمز الاي تايمز الاي، يبقى سلوب ايكوال ار تايمز الاي. مش السلوب انفرسلي بروبورشن مع ار تايمز الاي؟ يبقى هستنتج بقى ان السيجما انفرسلي بروبورشنال تو سلوب. يعني ايه يا مستر؟ يعني السلوب الصغيره هيكون اعلى ايه؟ كوندكتيفيتي، والسلوب الكبيره هيكون اصغر ايه؟ كوندكتيفيتي. طب في المساله يا جماعه هو عايز لي اكبر كوندكتيفيتي، يبقى ممتاز، يبقى هيكون ايه؟ اقل اصغر ايه؟ سلوب. طب اصغر سلوب هو اصغر انجل اللي هي ايه؟ 3. يبقى اهو هتلاقي عندك اهو ماتيريال 3، واضحه كده؟ ليه بقى؟ ليه ماتيريال 3؟ الاجابه هي بيكوز سلوب ايكوال دلتا ار اوفر دلتا 1 اوفر اي، لسه قايلينها ايكوال ار اي ايكوال ال اوفر سيجما. يعني السلوب دايركت انفرسلي بروبورشن مع ايه؟ مع سيجما. يبقى الماتيريال 3 هو هاز سمولست سلوب، ليه اصغر سلوب؟ يبقى هاز ايه؟ هايست كوندكتيفيتي. يبقى يا جماعه لازم تعملوا كده، لازم توضحوا انت فاهم. طيب بعد كده if three wires which made of these metals and have the same cross-section area، يعني ثلاث اسلاك من نفس المواد دي عندهم نفس الايه؟ المساحه. are connected in series، موصلينهم ايه؟ in series. طالما يا جماعه موصلينهم in series يبقى لهم نفس الايه؟ نفس الكلام، يعني الاير الكلوروفورم واحده كلهم. in an electric circuit which one of these wires has the highest potential difference. يبقى يعني اني واحده في الاسلاك ديت هيكون لها ايه؟ اعلى potential difference across its terminals and why. وليه الكلام ده؟ ماشي، الاسلاك اللي هو الاولاني والثاني والثالث موصلهم في دايره كلهم in series، وانا عاوز بقى اعلى potential difference. مش يا جماعه ال V equal I times ال R؟ تمام، مش الاي ثابته
من عرفنا يا مستر. ما هو قال لي يا جماعة في السؤال كلهم متوصلين ايه؟ in series. حلو. يعني هو ال V الكبيرة ال V وال R directly، يبقى لازم ايه بقى؟ R الكبيرة. ال V الكبيرة لازم تاخد ايه؟ R الكبيرة. طيب ال R الكبيرة هي رقم ال R والسيجما ايه؟ inverse. قال لك لهم نفس الاريا، طالما ال R الكبيرة يبقى لازم تكون الايه؟ السيجما القليلة أقل إيه؟ أقل سيجما. طب أنا عندي السيجما والسلوب عكس بعض ولا زي بعض؟ عكس بعض. أنا ماشي واحدة واحدة أهو يا جماعة. هقول تاني أهو عشان محدش يسرح. الـ V إيكوال I تايمز الـ R. مثبت الـ I ليه؟ لأنهم كلهم سيريس. ثلاث أسلاك، سلكي أولاني وسلكي تاني وسلكي تالت لهم نفس الطول ونفس الأريا. موصلهم انا بقى بسيركت كده اهوت بيمروا فيهم نفس الكارنت. انهي بوتنشال ديفرنس اعلى فيهم؟ يعني لو وصلت هنا ايه فولتميتر بين كل واحده والثانيه، مثلا هنا في 1 وهنا في 2 وهنا في 3، انهي فولتميتر فيهم هيكون فيهم اعلى واحد؟ يبقى اعلى فولتميتر في القراءة، أعلى فولتج يعني لازم يكون أعلى إيه؟ آر، لأن الآر والبي دايركتلي أهو، أكبر بي لازم يكون أكبر آر. طب العلاقة أصلاً بين الآر والسيجما لما يكون الإيه ثابتة، ما كلهم قال لك لهم نفس الإيه كلهم، بين الآر والسيجما عكس بعض، طالما هي أكبر آر يبقى هي أصغر إيه؟ أصغر سيجما. طيب يعني السيجما في العلاقات دي كلها انفيرسلي ولا دايركشن مع الأسلوب؟ انفيرسلي عكسها، طالما أصغر سيجما يبقى انا عاوز ايه؟ ممتازين، عايزين اكبر سلوب. يبقى دول كلهم مرتبطين ببعض. اكبر سلوب لمين بقى؟ لايه؟ لان هو اكبر انجل، اكبر انجل فيهم، يبقى اكبر تان ثيتا. ما سلوب ايكوال تان ثيتا، سلوب ايكوال ايه؟ تان ثيتا. طالما اكبر انجل يبقى هو اكبر ايه؟ سلوب، يبقى هو ايه؟ 1. يبقى الاجابه ذا واير ميد اوف ذا ماتيريال 1. ليه؟ Because it has the smallest conductivity, so it has the highest resistance R, where V directly proportional to R when the electric current intensity is a constant. يبقى الإجابة يا جماعة لازم تكون بالشكل ده، لأن كاتبه طبعا هنا بفهمها لكم، يا رب تكون واضحة. تعالوا بقى للسؤال نمبر 8، كانسل دوت في شابتر 8. طب تعالوا السؤال نمبر 9، هو جايب لي 2 وايرز هرسمها وضح كده دول يا احمد معلش عشان همسح ده يا جماعه. الرسومات ديت كلها لازم تكون في دماغكم برده، والبروف دوت بروف مهم. همسح مسافة محددة اهيت، وده السلك الأولاني بيمر فيه إلكتريك كارنت فوق، وده سلك تاني بيمر فيه إلكتريك كارنت لفوق، بس ده أوت أي ودوت هنا إيه؟ 2I. وبعدين في بوينت هنا اسمها إكس، وبوينت هنا كده اسمها واي، والمسافة ديت دي عن السلك الأول، والمسافه ديت 2 دي عن السلك او حتى بنقول عليه الواير الثاني، والمسافه ديت بين السلكين اسمها ايه؟ 2 دي. طيب هو بيقول لك ايه؟ الماجنتيك فلكس دنسيتي ات بوينت اكس، يعني البي توتال عند البوينت اكس ايكوال كام؟ 2.5 تايم 10 باور 6 تسلا. عايز ايه بقى؟ عاوز البي ماجنتيك فلكس دنسيتي عند واي هتبقى بكام؟ قاعده يا جماعه كده، لما يكون التو وايرز الالكتريك كارنت ان ذا سيم دايركشن، يبقى جوه هنا بيكون في اللي هي النيوترال بوينت، نقطه التعامل، يعني جوه بنعمل ايه؟ ماينس، وبره السلكين كده يعني شمال ويمينه بنعمل ايه؟ بلس.
ولو كانوا عكس بعض بتعكس انت بقى، يعني هنا بيكون في بلس وهنا في ايه ماينس. طب ليه؟ لما يكونوا كده طبعا بيكون اتجاه البي ما بينهم عكس بعض. لو عملت كده بايدي يبقى هنا حط اكس والملف الناحيه الثانيه بحط هنا ايه واي، بحط قصدي بوينتس نقط يعني. يعني هنا المجال بتاعه تو ان او انسايد من الداخل، وهنا يكون ايه اوتسايد بالنسبه للسلك الاول. طيب الواير الثاني بقى لما اعمل كده واخبط كده يبقى هحط هنا ايه اكس. طيب يبقى المجال بتاعه ايه انسايد من الداخل، وده بيكون ايه اوتسايد، واحد للداخل والتاني للخارج بيكون عكس بعض، بنعمل ايه ماينس. ده لو هي ايه ما بينهم، لو براهم يمينهم الاثنين او شمالهم كده الاثنين بيكون بعمل ايه بلس، لانه بيكونوا في نفس الدايركشن. طب ماشي احنا خلاص عارفين ديت، لازم تكون زي ما انا بعمل كده يكونوا فاهمين. طب البي عند الاكس ديت هي اصلا جايه لما عملت لهم بلس ولا عملت لهم ماينس؟ تفكر بقى الاكس براهم ولا ما بينهم؟ براهم، يبقى عملت لهم ايه بلس. يعني البي اكس اصلا ديت كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن بي 1 بلس بي 2. البي اكس دي يا جماعه عباره عن ايه؟ بي 1 بتاع الايه الواير الاولاني وبي 2 بتاع الايه الواير الثاني ايكوال. ما بي 1 عباره عن ايه؟ ميو اي اوفر 2 باي دي. هنا اي 1 وهنا ايه دي 1 بلس ميو اي اوفر 2 باي دي، بس ديت ايه اي 2 ديت ايه دي 2. ماشي. البي 1 بلس بي 2 هو قال لها قيمتها اللي هي كام؟ 2.5 تايم 10 باور نيجاتيف 6 ايكوال. هاخد يا جماعه الميو اوفر 2 باي كومن فاكتور، لان هو اصلا في المساله ما جابليش سيره ميو ولا 2 ولا الباي، بس ديت قيم ثوابت لهم الاثنين. انا هاخدها كده ايه؟ ميو اوفر 2 باي كومن فاكتور ما بينهم. هتبقى لنا هتبقى لي هنا ايه؟ اي 1 اوفر دي 1. فين بقى اي 1 وفي دي وفين دي 1؟ بص يا سيدي، اي 1 اللي هو التيار بتاعه الواير الاول اللي هي قيمته كام؟ اي. طيب فين دي 1؟ دي 1 بعد الواير الاولاني عن النقطه اللي انا بحسب عندها. طب اللي مركز بقى، المسافه من السلك الاولاني للبوينت اكس ديت 2 دي وديت كمان ايه 2 دي، يبقى 4 دي ممتازين. بلس I2 over D2، I2 اللي هي بكام؟ 2I. D2 بعد الواير الثاني عن النقطة اللي أنا بحسب عندها اللي هي إيه؟ 2D. يبقى 2.5 تايم 10 باور نيجاتيف 6 إيكوال ميو over 2 باي تايم. طبعا دي لازم تعملها انت، هتبقى هنا 4 دي هنعملهم بلس يعني، يبقى هنا 1 يبقى هنا اي وهنا 2 اي اي وهنا اه ديت 2 تايم 2 4 4 اي، يبقى اي بلس 4 اي يبقى هنا ايه 5 اي. ولازم تكون هتعرف تعملها، ولا تعملها ازاي على السريع برضه. 4 دي اوفر 4 دي ب 1، 1 تايمز الاي باي يبقى عندي في اي، و 2 دي اوفر 2 دي ب 2، 2 تايمز 2 اي ب 4 اي، يبقى 4 اي بلس 1 اي يبقى هما كام؟ 5 اي. ما انتش عارف بقى تعملها يبقى انت ايه؟ تقوي نفسك في الماس شويه. ما انت لازم تتصرف. طب في الامتحان لو انت مش عارف تتصرف تعمل ايه؟ هقول لك تعمل ايه؟ هتعمل 1 اوفر 4 على الكالكوليتر كده، ما هنا في 1 بس مش باين، تعمل 1 اوفر 4 بلس 2 اوفر 2 او بلس 1. هتعمل كده وهتلاقي اهو 1 اوفر 4 بلس 2 اوفر 2 او 1، هيطلع لك 5 اوفر 4 زي كده، وتلزق فوق الاي وتحت الدي، يبقى هنا ايه 5 ار اي اوفر ايه 4 دي، يعني كده قلت كل حاجه فيها. طيب ماشي كمل بقى، اعملهم تايمز بعض، يبقى انا عندي هنا 5 ميو اي وهنا 8 باي دي. حد يعرف يجيب لي ميو اي اوفر باي دي؟ طب ليه يا مستر هتجيبهم؟ ما كلهم مش عندي، لا عندي ميو ولا عندي اي ولا عندي باي ولا عندي دي، مش جايب لي حاجه فيهم خالص. هتقول لي سهله، اودي ال 5 اوفر 8 الناحيه الثانيه تايمز 8 اوفر 5، يعني هعمل الرقم دوت تايم 8 اوفر 5، ويبقى كده اتخلصت منين؟ من ال 5 اوفر 8 ديت. اعملها
8 over 5 times 2.5 times 10 power negative 6 equal can 4 times 10 power negative 6 وهركنها عشان هحتاجها هنركن ليها كده علشان هنحتاجها اهي طيب عند الواي هيكون الناتج ليهم بلس ولا ماينس بلس برضو يعني يا جماعه البي توتال عند الواي وضح لي كده في الامتحان ايه ولا ايه بي 1 بلس ايه بي 2 ايه وانا هعمل على طول هعمل زي كده على طول ميو اوفر 2 باي هعمل زي كده انا بقول اهو تايمز الاي 1 يعني بعد الواير الاولاني عن الواي دي ده البعد والاي 1 اسمه ايه؟ اي طب وهنا ما هي برضو اللي هي ايه؟ اي 2 اوفر دي 2 الدي 2 يعني بعد الواير الثاني عن الواي اللي مركز 2 دي بلس دي يبقى هنا كام؟ 3 دي 3 دي طيب والاي الثانيه 2 اي equal mu over 2 by times ده تبقى كام 3d 3d over d ب 3 times i يبقى هنا 3i يبقى عندي 3i و 3d over 3d ب 1 1 times 2i 2i يبقى انا عندي 3i plus 2i بهم ايه 5i يعني ال b total عند ال y equal ايه يا جماعه 5 over كام بقى 3 times 2 كام 6 5 over 6 times ايه بقى mu i over ايه بقى by d 2 times 3 ب 6 طلعناها هي وميو i فوق قد mu times i وهي تحت هنا ايه by times d طيب المقدار ده كله اللي هو دوت ده اهو مش انا يا جماعه لسه جايبه جايبه فين يا مستر اهو يا جماعه ميو اي اوفر باي دي عباره عن ايه 4 تايم 10 باور نيجاتيف 6 يعني هي ايكوال 5 اوفر 6 تايم 4 تايم 10 باور كام نيجاتيف 6 بس كده طبعا 5 تايم 4 ب 20 يعني هنا 20 كده اوفر 6 تايم 10 باور نيجاتيف 6 تسلا طبعا هي 20 اوفر 6 اللي هي 20 على 6 يعني ب 3 وتلت يبقى ايكوال 3 هتلاقي على الكالكوليتر كده 3 بوينت كده 33 تايم 10 باور نيجاتيف 6 اوعى تنسى اليونت تسلا لان ديت ايه البي مساله حلوه يا جماعه فيها فكر عن طريق الماث بس طبعا بالنسبه لنا شغل الفيزيكس سهل هي الفكره بس تعمل ازاي بلس وايه وماينس وهاكد تاني لو هما الاتجاه الالكتريك كارنت ان ذا اوبزيت دايركشن يبقى في النص بعمل بلس وهنا وهنا بنعمل ايه ماينس طيب تعالوا لي السؤال نمبر 9 It choose to answer A or B write the scientific term أول حاجة deflection of angle of the galvanometer pointer from zero position when the current intensity passing through its coil is unity طبعا ديت ايه galvanometer sensitivity اللي هي theta over I وability of the medium to pass magnetic flux through it هيبقى طبعا دوت ايه؟ medium magnetic permeability النفاذية أو السماحية المغناطيسية للوسط. السؤال 11 دوت كانسلت يا جماعة لأن دوت في الليزر في شابتر 7. السؤال 12 write the scientific idea الفكرة العلمية the cathode ray tube طبعا cathode ray tube اللي هو الثيرمو ايونيك ايميشن اقول عليها ايه الكترونز ثيرمال ايميشن اسمه يا جماعه انبعاث ايوني حراري فروم ذا ايه ميتال سيرفيس يعني لما الكاثود بيسخن يقوم يطلع منه ايه الكترونز طيب وات ار ذا ريزلتس اوف ما هي النتائج ابسنس اوف ذا ستاندرد فيكسد ريزيستنس ان ذا اوميتر سيركت
غياب ستاندرد فيكسد ريزيستنس. وانا يا جماعه انا عن نفسي بعترض على الجمله ديت، لان الستاندرد ريزيستنس مش الفيكسد بس، مش الار سي بس، ده هي ار سي بلس ار بي، وده على اتفاق حتى من مستشار الماده. الستاندرد ريزيستنس مش الفيكسد، مش الار سي بس، ده هي ايه؟ ار سي بلس ار بي. ماشي، هي اهميتها ايه؟ انها بتوصل البوينتر لنهايه السكيل بتاعه الكارنت. طيب لو انا مش هعرف اوصل النهايه، يبقى مش هعرف اعمل له كالبريشن، مش هعرف اعمل له معايره، يبقى ذا كالبريشن اوف ذا اوميتر بيكمز امبوسيبل، هيبقى ايه؟ مستحيل. سو ات كانت بي يوزد تو ميجر ذا انون ريزيستنس اللي هي الار اكس، مش هعرف اقيس بيه ايه؟ ار اكس، لان اصلا مش هيبقى عندي تدريج معين اشتغل عليه، مش هيبقى عندي حاجه ستاندرد اشتغل عليها. طيب 14 when does the following value equal zero، يعني متى الكلام ده equal zero؟ ايه بقى magnetic force acting on a wire؟ الفورس equal zero امتى؟ ما الفورس equal يا جماعه ايه؟ بي اي ال ساين زيرو. هتقول لي اف ديت equal zero لو البي او الاي او ال او الساين زيتا بزيرو. تمام، البي عمرها هتبقى بزيرو لان هو قال لك محطوط في magnetic field، والاي مش ايكوال زيرو لانه قال لك بيمر في الكتريك كارنت، والال مش ايكوال زيرو لانه هو له طول، يبقى بقى ايه بقى؟ ساين ثيتا ايكوال زيرو. امتى ساين ثيتا ايكوال زيرو؟ لو الثيتا نفسها بزيرو او 180. يعني ايه الثيتا بزيرو او 180؟ يعني يكون السلك دوت بارلل تو ذا ماجنتيك فلكس لاينز. يبقى وين ذا واير از بوت اهو بارلل تو ذا ماجنتيك فلكس لاينز. السؤال نمبر 15 ده في شابتر 6 كنسل. تعالوا السؤال 16، write the scientific term self inductance of the coil in which an electromotive force 1 volt induced when the current passing through it it changes at a rate of كام؟ 1 ampere per second. طبعا دوت ايه؟ هنري، لان دوت 1 فولت وديت هنا ايه؟ 1 امبير بير سكند، والميجرنج يونت بتاعت ال اللي هي ايه؟ هنري. طيب ذا دايركشن اوف ذا انديوسد كارنت ويتش از جنريتد ان ذا كويل از ساتش ذات ذا اوبوز او ساتش ذات تو اوبوز ذا تشينج ان ذا ماجنتيك فلكس برودوسينج ات. طبعا ديت عباره عن ايه؟ لينزز رول، اللي هي قاعده ايه؟ لينز، ولازم في كويل في ملف. طب لو هو نفس الكلام ده في واير بتبقى ايه؟ بتبقى فليمنجز رايت هاند رول. طيب السؤال 17، السؤال ده يا جماعه ما هوش ملغي، انا عامل عليه هنا بوينت حمراء كده بالخطا، بس سؤال مكرر وسؤال مهم. هو ايه بقى؟ ركزوا معايا فيه عشان دي من الاسئله السهله صعبه. يعني ايه؟ لو انت مش فاهم اصلا السؤال بيتكلم عن ايه يبقى صعب بالنسبه لك، صعب جدا. طب لو انت فاهم الليله بسهوله هيبقى اسهل حاجه. وانا في بتاع ده بالذات مش هكتب القانون مره واحده، انا هستنتجه لك على البورد عشان تفهم الحكايه من اولها جايه ازاي. طيب بقول لك اندكشن كويل، ماشي، ملف حاسب اللي هو ايه؟ زي السيلولويد. اوف ذا سيلف اندكتنس كام؟ 0.02 هنري. يعني ديت ايه يا جماعه؟ ال ال دي بدال ايه؟ ال ال از كونكتد تو اباتل اوف الكتروتو فورس 12 ايه؟ فولت. ماشي، ديت الفي بي. If the resistance of the circuit is كام؟ 10 ohm، يعني مقاومة الدائرة كلها 10 ohm. Calculate the growth rate of the current at the moment of the closing of the circuit. كلمة growth rate يعني إيه يا جماعة؟ growth rate، كلمة rate يبقى لازم تحت الديمينيتور عندنا بكام؟ بـ T، time يعني. طيب growth rate of إيه بقى؟ current، يبقى أنا current over time، ده معناها كده اللي هي delta I over delta T، ده المطلوب. في موضعين هنا قال لك في لحظه ما اقفل السيركت، وتاني حاجه when its intensity reaches half the maximum ايه value. طيب ركزوا معايا بقى في الحل وانا هرسمها لكم. عندي كويل اهو، طبعا مش ترسم في الامتحان هتحل على طول، بس انا عشان تفهم الليله شغاله ازاي. وعندي اهو باتري، وعندي الكتريك كي. انا اتخيل مثلا
لو انا عامل هنا مثلا اميتر او مثلا حاطط هنا الكتريك لام لمبه، اول ما اقفل في اللحظه بتاعت الغلق على طول، هل البوينتر بتاع الاميتر ده هيتحرك؟ لا. يعني اول ما اقفل يا جماعه مش هيتحرك البوينتر بتاع الاميتر ولا اللمبه هتنور في ساعتها، هتاخد فتره، هتاخد وقت، لان هنا الالكتريك كارنت وهو بيمر هنا بيتولد هنا اي ام اف عكس الفي بي. طيب هو عاوز ايه بقى؟ عاوز جروث ريت اوف كارنت. طيب مش انا عندي الاي ايكوال الفي بي هي اللي بتزق كده، بتزق الالكترونز يعني. طب ما بيتولد هنا اي ام اف عكسها، يبقى هي ايه؟ ماينس اي ام اف اوفر الار الريزيستنس اللي عنده. هو قال لي الريزيستنس كلها بكام؟ ب 200 اوم. تمام. طيب انا هجيب الاي، الاي ماكسيمم اعلى حاجه بعد ما الاي ام اف ده تختفي خالص. طبعا الاي ام اف ديت بتظهر بس وقت ايه؟ مقفل لفتره زمنيه صغيره وبعد كده تختفي، مش بتظهر على طول. يبقى ايكوال ايه؟ الفي باتري اوفر الار اللي عندي. يبقى الاي ماكسيمم عباره عن ايه؟ الفي باتري هو اللي بتولد، والار بتاعت السيركت كلها بكام؟ ب 10. يبقى هي كام؟ 1.2 امبير. يبقى كده هحتاج الاي ماكسيمم دي. ماشي. طب هو مش عايز الاي ماكسيمم ده، هو عايز حاجه ثانيه. شيل بقى كل حاجة وحط مكانها، الأي أهي. طب والفي باتري أهي برضه، في باتري. ماينس. إي إم إف الشاطر عارف اللي هي إل تايمز دلتا أي أوفر دلتا تي. ممتاز. هو عاوز دي بقى، عاوز دلتا أي أوفر دلتا تي. ما دي يا جماعة اسمها إيه؟ جروث ريت أوف ذا إيه كارنت. تمام. أوفر إيه بقى؟ أر. أول ما أقفل، قلت لك أول ما أقفل كده. بيكون اصلا الاي بي زيرو. ليه الاي بي زيرو؟ قلت لك الاميتر ما بيتحركش ولا اللمبه بتنور في اللحظه اللي انا بقفل ايه فيها، وبعد كده تلاقي الاميتر دلوقتي ايه اتحرك ببطء كده لحد ما يثبت عند الماكسيمم ريدنج عند 1.2 امبير يعني، او اللمبه بتقعد الاضاءه بتاعتها ايه بتزيد لحد ايه ما تثبت عند شده اضاءه معينه. طيب انا ازاي اجيب بقى اللي هي الدلتا اي اوفر دلتا تي؟ ودوا يا جماعه دول الناحيه الثانيه. يبقى اي ار equal VB minus L delta I over delta T. أنا عاوز delta I over delta T بس، أنا بثبت لك الحاجة من أولها عشان تفهم شغال إزاي. يبقى delta I over delta T لوحدها. لو أنا وديت هنا أجيب الـ IR الناحية التانية، V battery minus IR. طب ما قلت لك في لحظة ما بقفل أصلاً الـ I equal إيه؟ الـ I equal كام؟ زيرو. يبقى بقى اول حاجه هو تقول له كده at the moment of closing the circuit، بس انت هتكتب كده في الامتحان مش هكتب هنا دلوقتي، هقول اه ده اول حاله عندنا at the moment of closing the circuit. يبقى الدلتا اي اوفر الدلتا تي اللي هو عايزها ايكوال الفي بي، معلش يا جماعه ديت اوفر ال اي ديت كده اوفر ال. انا عايز ايه بقى؟ لا دي لا دي كده ال دلتا اي اوفر دلتا تي. يبقى الدلتا اي وهنا في التايم ال هيبقى اي، يبقى هنا ايه؟ اوفر ال، عشان بس ما ننساش. يبقى الدلتا اي اوفر دلتا تي ايكوال ايه؟ في باتري ماينس اي ار اوفر ايه؟ اوفر ال. طيب الفي باتري اهي، والاي بكام؟ بزيرو. زيرو تايم اي حاجه بزيرو اوفر ال، بس كده. دي بقى ايه؟ ات ذا مومنت اوف كلوزنج ذا ايه؟ ذا سيركت ايكوال الفي باتري بكام؟ ب 12، وقال لك دي ب 0 بوينت كام؟ 02. خلاص كده يبقى ده ايه؟ 600. 600 بقى ايه؟ امبير بير سكند. بدينا مع امبير بير سكند. يبقى لما انت تيجي تشتغل في الامتحان هتشتغل بالرول دوت على طول اللي انا مستنتجه لك من الاول. يبقى الدلتا اي اوفر دلتا تي ايكوال ايه؟ في بي ماينس اي ار اوفر ال. طيب بي بقى بقول لك عند ما يوصل الالكتريك كارنت لنص القيمه العظمى الهاف ده ماكسيمم فاليو. الماكسيمم فاليو بكام؟ 1.2. يبقى الهاف بتاعتها بكام؟ ب 0.6. هتعوض هو نفس التعويض نفس القانون دوت تشتغل عليه
على اي مساله في الجزئيه دي يبقى الدلتا اي اوفر الدلتا دي عباره عن ايه؟ في بي ماينس اي ار اوفر ال ال. الفي بي في الحاله ديت هي 12 ما اتغيرتش ماينس الاي باي مش بيزيدوا بقى، قلت لك ان الكرنت بيقعد ايه؟ يزيد بس يوصل لايه؟ للهاف ماكسيمم، ما هي الماكسيمم 1.2 يبقى هنا الهاف الماكسيمم 0.6 او ممكن تعملها كده هاف الماكسيمم يعني هاف 1.2 تايمز الار بكام؟ الار ب 10 اوفر ال اللي هي بكام؟ 0.02. خلي بالكم في لحظه الغرق التغير في الكرنت كان كام؟ 600 يبقى ما يوصل لنصها يكون 300 بيقل يبقى الدلتا اي اوفر دلتا تي هتعملوا الكلام ده يا جماعه على الكالكوليتر يطلع لكم كام؟ 300 طبعا ديت امبير بير سكند. ولو قال لك بقى ايه؟ كوارتر فاليو اوف ذا ماكسيمم، سيكسز فاليو، فيفث فاليو، اي حاجه بالاي اللي عندك الماكسيمم تعملها تايمز الحاجه اللي هو جايبها لك، يعني قال لك نص نص الماكسيمم، لو قال لك كوارتر الماكسيمم يبقى كوارتر تايمز الايه الماكسيمم، ثيرد، فيفث، سيكسز كده يعني. طيب يبقى الفكره الاساسيه في القانون دوت يا جماعه، القانون ده مهم جدا وانا جبت لكم استنتاجه من اوله. انا هكتفي بالقدر دوت علشان وقت الفيديو، وهكمل ان شاء الله في فيديو قادم. شد حكم يا جماعه ما عادش وقت، وان شاء الله بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.